أدعو المتسابق عبد الله إسماعيل ساشا ساشا من بنما فليتفضل ويقرأ برواية حفص. لكتاب الله أي مدى يضم وجهتك الخضراء للأربي يا حافظا لكتاب الله أي مدى يضم وجهتك الخضراء للأربي مرت عليك رؤانا فانحدرت لها صوتا يعلق نور الله في الهدب مرت. بارك الله فيك، تفضل السؤال الأول. اقرأ من قوله عز وجل: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن الضأن اثنين ومن المعز اثنين. من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين. أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. السؤال التالي. اقرأ من قوله عز وجل: طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. وإنك لتلقى القرآن
إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم بالآخرة هم أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو جزوة سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العرش عما سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين وسبحان الله رب العالمين السؤال التالي اقرأ من قوله سبحانه ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني آتيكم ولقد فتنا قبل فرعون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون
إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين بارك الله فيك شكرا لك